مساء الخير على جميع المشاهدين. النهاردة هنتكلم على نوع معين من تساقط الشعر اللي هو تساقط الشعر الوراثي، وهنعدل الكلمة دي في الوسط كده وهنقولها لكم ليه. هو بالعادي كده بنقول عليه صلع، صلع وراثي أو صلع عائلي مثلا. التساقط بتاع الشعر، في التساقط العمومي اللي هو بيمس كل حتة في شعر راسنا، ده بيبقى كتير قوي وليه اسباب خاصة بيه ومنتشر اكتر مثلا، لان التساقط دوري كده تقريبا. لكن الصلع هو اللي احنا هنتكلم عليه الحلقة دي. الصلع يعني هي كلمة خض، لكن هو تساقط الشعر في أماكن معينة محددة، بياخد شكل معين اللي هو بيجي في المقدمة وفي الجانبين لحد ما يوصل لنص الرأس، اللي هو شبيه قوي بالصلع الرجالي، لكن ده بيحصل في الستات. يبقى هنا الشكل ده هو الصلع الرجالي. أما الصلع النسائي هو بيجي ست تشتكي ان الفرق بتاعها اللي هي متعودة عليه يكون موجود مثلا عرضه اقل من نص صباعها، عمال يوسع يوسع ويبتدي يفرع الى الجانبين هنا وهنا وهنا وهنا، يطلع يقوم يبقى شبيه قوي بكريسمس تري او شجرة الكريسمس. الصلع انا مضايقني انا قوي، لان في حاجتين حصلوا مش اليومين دول، حاجات حاصلة كده غريبة. احنا بنشوف الصلع دلوقتي في سن مبكر جدا، يعني كان زمان بعد الأربعين يقول راجل يصلع، الست لما تصلع كان شعرها يخف بسيط قوي عند سن اليأس عند الخمسين والستين. دلوقتي بنلاقي شباب في سن العشرين بداية صلع حصل لهم، بيجي لهم هلع طبعا، والبنات بيجي لهم اكتئاب لان المنظر ملهوش حل بيبقى. ففي نوع من الامراض بيقع فيها الشعر في اماكن متفرقه لوحدها بس فجائي، مره واحده تروح طالعه حته ما فيهاش شعر خالص، دي اسمها الثعلبه. الثعلبه دي مرض مناعه ذاتيه، فده مش موضوعنا خالص المرة دي، والناس بيخافوا منه مع انه برضه بيخف. الصلع الوراثي هو اتقال وراثي ليه؟ لان هو له علاقة بالتركيبة الجينية لهذا الشخص. في بعض العائلات بنلاقي الاب العم ناحية الام الخال، فنقول ده وراثي، هو بيبقى استعداد وراثي في بعض العائلات وبعض العائلات لا. وفي عائلات واحد يجيله صلع وتبقى عيلته من الطرفين ناحية الخلان والعمام أو العمات والخالات عادية خالص. الصلع اللي بيجي بدري طبعا بيؤرق المريض، راجل أو ست. كان زمان الستات بيخافوا قوي على شعرهم، الرجالة دلوقتي برضو بيخافوا جدا على شعرهم. طبعا العلاج موجود وموجود من قديم الزمن، يعني سنين. هي في أول ما اتعمل المينوكسيديل، وانا اعتقد ان معظمنا عارف يعني ايه مينوكسيديل، ولازم تحفظوا الاسم بتاع المينوكسيديل، لان المينوكسيديل ده من الحاجات القويه جدا في علاج الصلع في الستات وفي الرجاله. كان اساسا دواء بيتاخد عشان علاج الضغط العالي، فلقوا الناس اللي بياخدوه شعرهم كتر، فعملوه محلول في أواخر السبعينات، كانت شركة بلجيكية واتعمل، وبقى من ساعتها كلنا بنستعمله للمرضى. هو ممتاز، محدش يقول حاجة، لكن ممتاز جدا يعني، لكن هو له سايد افكتس. السايد افكتس بتاعته أو السوء اللي بيحصل من، يعني هو كويس وإيه الضرر اللي بيعمله؟ أولاً لو وقفنا بعد شهر أو اتنين أو تلاتة ممكن الشعر اللي طلع يقع تاني، فطبعاً دي حاجة تضايق أي مريض. اتنين، إنه ساعات بيزود الشعر في الوش،
وبالأخص للناس اللي عندهم استعداد إن يكون عندهم شعر كتير. الرجالة بيفوتوا حاجة زي كده، لكن الستات بيبقوا متضايقين جدا. فلازم الواحد يقول قبل ما يديه إيه اللي بيحصل. وعلى هذا الأساس الواحد بيحب مدام هو بيقع أو الشعر يقع أول ما وقفه، حرام. أنا بشوف حرام إن الواحد يديه الولد عنده 20 سنة هيقعد طول عمره أقول له هتحط تسقسق بالليل وتحط ومش عارفة، صعبة. إلا إذا كانت ظروفه الاجتماعية بيقول لي أنا هتجوز، أنا هروح أخد وظيفة، أنا متضايق من شكلي وثقتي بنفسي انعدمت تماما عشان أنا حاسس إن هو بيصلع، وكل أخواتي كل أصحابي وهكذا وهكذا وهكذا. وطبعا للبنات نفس الحكاية. ففي الحالة دي بنضطر نديه، لأن هنا إحنا عندي مريض مستعد يقعد عليه على طول. كلمة على طول برضه عشان ما أخوفكمش، هي مش على طول، وما حدش يقعد على علاج على طول إلا ما يبقى مرض عضوي، لكن ده بنقعد عليه بعد 6 أشهر بتبان النتيجة. أنا بدي فرصة من 6 أشهر لسنة، بانت النتيجة وطلعنا شعر. في الحالة دي ابتدي انا اقول له نقلل، نعمل جدول بيني وبين مريضي حسب راحته، واقلل له بدل ما يحط كل يوم يحط يوم او يوم لا، يحط مرتين في الاسبوع. واحد تاني يقول لي لا انا افضل احط كل يوم وافوت اسبوع، احط شهرين وافوت شهر. دي حاجات بتتعمل بين المريض وبين الدكتور بتاعه عشان الظروف الاجتماعية اللي المريض بيبقى عاوز. على هذا الأساس الأول كان نسبته 2% المينوكسيديل، أنا بقول اسمه الطبي المينوكسيديل 2%، وبعدين بقى 5%، وابتدأ تعمل تركيبات. دي تركيبات حسب ما الدكتور يشوف عاوز يعمل ايه لهذا المريض، مستعجل عليه، عاوز حاجه قويه، عاوز يبرهن حاجه بسرعه ليه. بتوصل النسب حسب ما الطبيب بيعوز 10%، وبره ساعات بيعملوه 15% و12%، لانها دي تركيبات. ده علاج جميل ورائع للصلعه. في حاجات الحته اللي بتقع منها الشعر دي حساسية الشعرة للهرمون الذكري في جسم العيان اللي هو اسمه أندروجين، فدي اسمها أنتي أندروجين. هنا لا يشترط إن يكون الهرمون عادي، لا، ده هرمون الليفل بتاعه مستواه في الدم طبيعي، لكن الشعرة في المنطقة اللي بيقع فيها الشعر حساسة ليه فتقع فيحصل الصلع. برضو دلوقتي كانوا زمان بيدوا أقراص، الأقراص دي أنتي هرمون، يعني دخلنا في هرمونات أديها لولد أو بنت أو عيان إزاي هيقعد طول عمره ياخدها. فأخيرا من كذا سنة اتعمل محاليل، ابتدأ يتعمل، وليه ما نعملوش محلول ويتحط السايد إفكتس بتاعته، السلبيات بتاعته نيجاتيف، مش هيدور خالص، وأقدر أحطه في الحتت اللي فيها الصلع الرجالي هيجيب نتيجة كويسة. وفي هذه الحالة أنا حدي برضو 6 أشهر سنة، لكن لا يشترط إن أنا لما وقفه الشعر يقع. فيبقى ده بالنسبة للسن الصغير ممتاز، يحللي مشكلة معينة هو مش بقوة المينوكسيديل، لكن برضو بيطلع شعر. الشعر اللي بتطلع من كلا الحالتين شعر ضعيفة ما بتطولش قوي، فلازم أنا وأنا بدي العلاجات دي أبتدي أدي فيتامينز وأدي حديد وأدي زنك حسب الحاجة اللي أنا شايفاها مناسبة عشان أقوي الشعرة اللي هي طالعة. أخيرا ابتدأ فيه يعملوا حاجات داخلة بباثواي بطريقة مختلفة عن المينوكسيديل اللي احنا كلنا متعودين عليه اللي اسمها جروس فاكتورز. الجروس فاكتورز يعني العوامل المساعدة للنمو.
العوامل المساعدة للنمو دي بتساعد الخلية، بتساعد البواصلة، بتساعد الشعرة، بتساعد السكالب، كله على بعض عشان أخلي دي الشعرة اللي واقعة اللي فيها أمل إن أنا أطلعها، أطلعها بالجروث فاكتورز. يبقى هنا الجروث فاكتورز دي وسيلة أخرى ليس لها علاقة بالمينوكسيديل، بتحل إشكال معين، وهي تحل إشكال التساقط العمومي والصلع في نفس الوقت. هل أنا ممكن أشوف إن أقدر أعمل حاجة أساعد بيها العيان أسرع مع العلاجات الموضعية؟ أنا أحب أوي العلاجات الموضعية، العلاج الموضعي بيجيب نتيجة ممتازة وسهل استعماله وموجود في البيت، العيان ما بيروحش ويجي، فدي حاجة جميلة يعني الواحد ما ينساهاش. لكن أنا أقدر أساعد بإيه؟ أقدر أساعد بالحق، إحنا بنعمل حاجة اسمها ميزوثيرابي، أنا بدي فيتامينات في السكالب بحقنها في الشعر، بتديها دايركت، بدي الحاجات اللي ناقصاها بدل ما بتاخد بالبق وتمشي في الدم وتروح في كل حته، انا بركزها على السكالب. بنعمل البي ار بي اللي هي الخلايا الجذعيه، طبعا بتجيب نتائج رائعه مش في كل الحالات، وفي ناس بيعترضوا عليها ويقولوا انها لا ولا ده مش مظبوط. هي زي كل حاجه في الدنيا، في حاجه تجيب لك 10-20%، وفي عند واحد تاني تجيب له 60-70%، لكن هي علميا مثبوتة وعلميا بتستعمل في كل البلاد دلوقتي ومعترف بيها على كل الليفلز. الحاجات اللي بنحطها موضعية ساعات بتسبب لي جفاف في الشعر، عشان كده بعد ما الواحد يحطها بأسبوع 2-3 ممكن يبقى الشكوى هنا أنا شعري نشف جدا وحاسه ان هو هيبتدي يتقطع، فبنحط كريمات. في كريمات معموله فيها الانتي اندروجين على هيئه كريم رائع، لانه بيتحط على لا يمس السكالب اللي هي فروه الراس، كله على الشعر، بيطري الشعر، بيمنع التقصيف. وبالطريقه دي نقدر ان احنا نعالج كل المحاور للصلع. هنحدد يوم على الصفحة نجاوب فيها أسئلتكم لايف.